عسلامة، مرحبا بكم على قناة طيب الوحيش على يوتيوب. اليوم جبنا لكم عرض مميز على الاخر، كيف ما كل عادة فيلا تعمل 66 كيف موجودة في ياسمين حمامات. في ياسمين حمامات ادوبا من اوتيل مشموم، ادوبا من كارتاج لاند، كل شيء حذاك، لي زون توريستيك، المارينا حذاك، البحر، لي كوميرس، لي زون دو لوازير، كل شيء موجود في ياسمين حمامات. الدار هذه مساحتها 283 متر مربع، المساحة المبنية 183 متر مربع، دويرة فيها بيسين وفيها اس بلس 4، فيها دي شامبر سويت، كونفور، مضخمة، حدا البحر، حدا في زون توريستيك، جوكم أحلى جو. إذا كان جديد معنا في القناة باش ديما يوصلكم العروض المزيانة اللي كيف ما هكايا، ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس. وتو نخلي لكم المعلومات فيما يخص الفيلا هذه في صندوق الوصف في بوادي ديسكريبسيون، وكيف كيف تلقاو على ليكرون لهنا تلقاو نمرو الوكالة العقارية اللي لهي بالدار هذه. مرسي انفينيمو، ونتابعوا بعضنا الفيزيتا للدار هذه باش تشوفوها من برا ومن داخل، نعمل فيها دورة كاملة ونشوفوا التفاصيل الكل. باش شنزكم تويكا، كيف ما قلت لكم باش نعملوا دورة في وسط الدار. كيف ما تراو الحي رقي، بلاصة مضخمة على الاخر، في ياسمين حمامات، يعني العز بلاصة. دونك كارتي شيك، ريزيدونس صغيرة معناها تاع بروموتور، مبنية معناها دي فيلا مضخمين، براتيك برشا. حذاكم احنا في ياسمين حمامات، حذاكم المارينا، حذاكم كارتاج لاند كيما حكيت لكم. لله محمد رسول الله. الاسعار تختلف من فيلا لفيلا، اما الدار اللي نبداو بها قلت لكم مساحه الارض نتاعها 283 اللي هي هذه الدويره نتاعنا. كيف ما قلت لكم المساحه تاع الارض 283، والمساحه المغطاه 185. نلقاو لهنا مدخل نتاع السياره باش ندخلوا نشوفوه وشوفوا الديسبوزيسيون نتاع الجاردان نتاعها. عندنا في البور دونتري لهنا عندنا فيديو فون، فيديو فون عندنا اكسي فاسيل. ندخل مع بعضنا ونعمل طلة على الدويرة متاعنا اليوم. ما شاء الله حاجة تعمل 66 كيف. نقاوم مدخل السيارة من غادي، بور دونتري من هنا، كوان لهنا امتي بو جاردان اللي مقابل الكوجينة بالضبط، مقابل شباك الكوجينة بلوتو. نقاوم لوكال تكنيك غادي تاع شوفار سنترال وكل شيء. هذا مدخل السيارة، عندنا بور دونتري مضخم وكل شيء، فيه متيت فيراندا هنا، ذوما بلكونات نتاع البيوت في البرومييي ايتاج. مدخل السيارة يسي حتى زوز كراهب. فما تيراس هذايا مقابل، فما بورت فورنيتر نتاع تيراس هذايا مقابل يقعد، معناها تنجم تعمل فيه طاولة، بيسين غارقة وتعاون بالكدا، معناها عرفت عملوا ستيل غارق شوية نتاع البيسين، ماهوش كي لي على خاطر الأرض نتاع الدار يعني ضيقة شوية، دونك بيسين الكوليكا يعاون، مشيرات الكوليكا يعاون من غادي من هنا. جست يستحق زوز دروجات هكا هاو. الصالون يحل على الجردة والبيسين من شيرتين في اللونجل. عندنا لهنا دوش ديكستيريور، وامتي بو جاردان لهنا نتاع بلانت جرامبونت ولا شوية نوار، يعني حويجة مضخمة. هذه هي الفي دونسومبل نتاع الفيلا من تالي نتاع الباك يارد. نجمو زادا في البارتي هذه اللي موجودة في الهنا، نجم بلاصة نتاع طاولة ولا تاع كريسي تاع بيسين ولا
حاجة من نوع هذايا. دونك كيف ما قلت لكم من هنا باب الصالون، تنجموا تعملوا بجنبه تعملوا امتي تراس هكا ولا حاجة في البارتي هذه، تعملوا هكا قاعدة عشاء وكل شيء براتيك على الاخر. كهو نمشيو مع بعضنا تويكا ونعملوا طلع على الديرة من داخل ونشوفوا التوزيعة متاعها. بسم الله. عندنا فريتشوسي مدخل مدخل مع الاخر، الأرضية الكوليكا الخام، دار الكوليكا إيكيبي بالشفع سنترال، هنا هذيك بلاصة تاع الكونترول متاع الفيديو فون، وهذه بلاصة الصالون اللي كيما قلت لكم تحل على لي تيراس وال بيسين. سارة واسعة بالكدا بالكدا مدخل مع الآخر ما شاء الله. يعني برشا إضاءة خارجية. جبتكم للدار هنا رابيدمون خاطر فرصة، معناها يعني راها فرصة، هذاك علاش جبتكم ديريكت من باس تانيتها تنظاف. يعني سا بوس با دي بروبليم، خاطر نهار تالي باش تجيو تعملوا فيزيتا إذا كان باش تشري ولا حاجة تلقاوها حاضرة، معناها محكوك الرخام محكوك وتلمع المعا تلقاوها. كهو علاش قلت لكم البلاصة هذيا، البلاصة هذي تنجموا تعملوا فيها من هنا تنجموا تعملوا فيها طاولة نتاع عشاء ولا حاجة، على خاطر هنا لاكسي فاسيل من هنا ديريكتومون للكوجينة، ديريكتومون هذيك الكوجينة مقابلها، وبعد نمشيو نشوفوها. دروج لهنا كيف كيف مفهوم يطلعنا للبلوك نوي. ونسكم تويكا تعملوا طلة على بيت النوم اللي في الطابق الأرضي، قاو بيت واسع بالكدا، بلافون روعة مضخمة، ألومنيوم أون نواغ، والأرضية الكليكا رخام. ديما هذوك ما كي الوحدين الصغار هذوما اللي تبقاهم في فوق الباب، هذيك راهي بلاصه الكليماتيزور، يعني ماهيش بلاصه الكليماتيزور، تلقى غادي الخيط نتاع الضوء، تلقى تاع ليفاكياسيون تتعدى موجوده في وسط الحيوت، يعني ما يظهر شيء لبرا. فيها بيت هذيا فيها دريسين مضخم، تفرجوا مع بعضنا حويجه مزيانه مضخمه بالكدا بالكدا، برشا كلاس في الدار. ناسكم تويكا تعملوا طلع على الكوجينة، كوجينة روعة مضخمة بالكدا بالكدا ترونكيل. جاي حدا باب لونطري، يعني إذا كان عندك هكا سيرفيس ولا حاجة تنجم يعني تقضي أمورك من غير مشاكل. نلقاو بلان دي سباس دو ستوراج، يعني دي بلاكارات موجودين هذوك هما كل وحدين موجودين برشا في من الفوق. البلاك هاو موجود مازال ماهوش راكب، فمالات، كل شيء، يعني كل شيء في احسن حله. مو هذه بلاصة فريجو بلاصة فرجيدير. وتويكا نزل نوريكم تعملوا طلع على بيت الحمام، بيت الحمام مضخمة معمولة هذايا باللار سيكوريت، ديزاين الخدمة نتاع الرخام مزيانة برشا، عرفتي كي تحسوا طالع على برا شوية. دونك نلقاو هيد شاور، نلقاو فيه اللف فليكسيبل زادا كيف كيف. لاف ما في لونطري بالضبط، نلقاو امتي كوان دو ديبارا نتاع سيكوريتي نتاع الدار هنا موجود في وسط سالبان، بلاصه ما تفيقوش بها. دونك
هيدن روم يعني هيدن ستور سبيس. مشي مع بعضنا ونعمل نطلع على بقية غرف النوم اللي نلقاها موجودين في في الطابق الأول. هذي الدروج نتاعنا كاش ديسكالي مدخم على الاخر ومزيان. لازمكم تعملوا طلة في وسط البيوت اللي نلقاهم موجودين في الطابق الأول في البلوك النوي. دونك عندنا لهنا بيت نوم مضخمة بالكدا بالكدا، الأرضية الكل كرخام، فيها بلكونة واسعة، هذه الجردة متاعنا اللي كنا فيها، وهذاك المدخل الرئيسي. كيف ما تشوفوا حي راقي، كارتي تري شيك. مباشرة بجنب بيت النوم نلقاو سال دو بان مضخمة زادة بالكدا بالكدا، نلقاو فيها الهيتشاور لنا، ونلقاو فيها فليكسيبل ديزاين كيف كيما مخدوم برخام مضخم على الاخر. وعندنا لهنا لاف ماو المراية حاجة لوكس لوكس. ونلقاو بجنبها بالضبط بيت نوم، بيت نوم واسعة زيزة كيف كيف فيها بلكونة كبيرة بالكدا بالكدا. موشن ديتكتور تلقاو في البلافون زادا كيف كيف للسيكوريتي. وعندنا الماستر بيدروم، ماستر بيدروم واسعة زادا وفيها بلكونة. وبلاصة دريسينغ من هنا وصل دابا. دوش مخدوم براتيكمون كيف ما البيوت الاخرين، لكن حويجه مزيانه وروعه. به اذا كان جديد معنا في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس، على خاطر كل اسبوع نجيب لكم عروض مزيانه نتفرجوا فيها الناس الكل مع بعضنا. الدويره نتاعنا اليوم هذه سومها 820 الف دينار. فما ديار اخرين ارخص منها باش نشوفوهم في الفيديو الجاي. دونك استنوا الفيديو الجاي باش تلقاو عروض متميزه على الاخر، وان شاء الله في شهر رمضان باش نصور لكم كل يوم كل يوم كل يوم، يعني مانيش فلتو حتى نهار. وكيف كيف في العرض ديما تاع الفيديوهات باش يكون بعد شقه الفطر توقيت تونس. ميرسي انفينيمون ونشوفكم في الفيديو الجاي. به مازال ما وفيش الواحد الفيديو، دونك عملت لكم
موقع ايبيتي اكيد برشا منكم يتسائلوا وصلوني برشا ميساجات على شنو هو اللوجو وشنو هي الشركه هذه ايبيتي. هذا موقع ويب منصه يبيعوا عليها العقارات اكاو، دونك تدخلوا وتعملوا سبسكرايب، معناها تعملوا الواحد الاشتراك كيما على سيتات اخرين كيما الفيسبوك، تنجم تعمل لوجين سهل، حاسين يوتيليزاسيون سهله من الاورديناتور، دونك تهبط على اعلاناتك اذا كانت وكاله عقاريه والا اجنس موبيليير، وصعبت عليك اون بروبريتي في الفونت على خاطر الاسعار غاليه في تونس نتاع الاعلانات العقاريه، دونك تدخل جراتويتمون للسيت هذايا وتعمل تعمل الاشتراك هذاك بلاش فلوس، جوست ايميل ولا نمره تليفون اسم سويت وتهبط اعلاناتك اتتروبوزي. قاعدين كل اسبوع وكل يوم قاعدين نبعثوا له فوق ال 2000 و 3000 فيزيتور مهتم بالعقارات اترابير القناة اليوتيوب نتاعنا. مرسي انفينيمو، هذه اقل ما اقل ما يمكن باش نجم نعاونكم. مرسي انفينيمو، نشوفكم في الفيديوهات الجايين.